المهديه في دور كليوباترا في وصفين كليوباترا وبركه اطفال. مين اللي امامها؟ محمد عبد الوهاب. اول دور مسرحي ليه الاجمل اللي هو كان في شيء من الذكاء او الخباثه فعمل اللي هو كان ملحن فلحن دورها اقل من دور فدوره اللي ظهر ماذا فعلت؟ مشيته من المسرح وهي خدت دور انطوان وخلفت هي احمد دور كليوباترا. ادي اليوميه بتاعي صحيح اولاد الشوارع يوم الخميس 16 ابريل سنه 56 اليوم بنوار بنوار لوج 50 جنيه طبعا الثمن ده 50 جنيه رواية الظلوم سليم خليل النقاش رائد المسرح العربي في مصر لا يعقوب صنوع ولا غيره هذا هو هو وهذه الظلوم دي مثلت 1877 طبعا مع مرحله البنط خلف شيء هنا غروب الاندلس بل البنر اللي خاص بالبنفل بتاع عزيز اباظه اللي كان في دار الكوبري ايضا يوميه ثانيه الاعظم امراه في سوريا. هذا الرجل لابد ان يصنع له التمثال في كل مكان. فرح زي اسكندر افندي فرح اللي من خلاله عمل اكبر واهم فرقه مصريه من 1889 ل 1886 الاعضاء بتوعهم خرجوا عملوا فرق من الفرق لفرق حتى وقتنا هذا بس انت خرجت 104 ده طبعا دي ماشي بس طبعا ده كان اللي هو شعار الماسونيه كانت ماسونيه ازاي؟ كانت موجوده طبعا سليمان القرداحي ده ناشر المسرح العربي في بلاد المغرب ليبيا ثم تونس وتوفي في تونس سليمان القرداحي هذا برضه ده اسكندر فرح انا ده من ضمن الناس اللي ظلموا في تاريخ مصر طبعا الصوره المشهوره بس دي الاصليه نعم خليل الاباني كل ما موجود منها الصوره الصوره الاصليه احمد ابي خليل احمد ابي خليل ابي استاذ الموسيقى الشرقي والتمثيل طبعا هو يعني يعتبر الوحيد اللي وضع مسرح السعوات مسرح السعوات ولا غنائي هنا الشوايه الحمراء طبعا فرقه المسرح المسرح اللي كونها فرقه مجموعه من طلاب ده 51 سنه 51 هنا عقد الفرقه المصريه عقد وفاء بين مدير عام الفرقه المصريه يوسف الوهبي واحمد هاشم رئيس كتيبه التحرير الشيخ طاموس بدمنهور عايزين ياخدوا العرض في دمنهور طبعا وهنا ادي التوقعات وهنا بيقول لك الطرف الاول عن ايه والطرف الثاني عن ايه وعقد 1956 فاطمه رشدي طبعا هنا شوف كبير ممثلات الشرق زعيمه المسرح المصري تحيي خمسه ايام عيد الاضحى مباراه كل يوم مسرحيه طبعا نفس موضوع الاعياد اربع حفلات بالمناسبه طبعا التقليد ده ما كانش جديد كان قديم حتى في القرن 19 كان بيعمل العيد يوسف وهبي الوحيد اللي اتكسر عمل ثلاث عروض في اليوم الواحد تخيل مسرح حي ثلاث عروض في اليوم الواحد توفق شوف التعامل اهم الادوار طبعا السيد فاطمه السيد طبعا هنا طبعا تياترو حديقه الاسماكيه بس هنا مين؟ رواية علي بابا، مين المؤلف؟ حسين توفيق الحكيم، ده اسمه الحقيقي اللي ما كانش معروف بيه. صمم عليه عشان اهله لما يشوفوه يقول ده واحد تاني. طبعا عمر وصف الشيخ زكريا احمد التكهيلي. رماد الفخمه وملابس سمينه استعداد كل حاجه. طبعا دي ادي المسرح الحكومي اللي موجود الى الان. ايوه نفس عليا فوزي دي ما فيش ده عليا فوزي دي كانت يعني كانت يعني يعني زوجة لا لا ما فيش واحد بحث فيه لا
الهواري طبعا دي مسرحيه مسرحيه ابراهيم رمزي. شوف يا تاليف ابراهيم رمزي مؤلف روايه الحاكم بامر الله وبنت الاخشيب وطاد المنصوره والبدويه والدره اليتيمه ودخول الحمام طبعا تكوينها دخول الحمام زي خروج وابو خنده وغيرها ومترجم روايه اي تصرف اليوباترا وتيمور لانك وراشيليو وسجين الباستيل وبيزارو كل سنه كام الكلام ده كله؟ 1918 عمل ده كله قبل 18 روايه والتعبير تلحينيه روايه تلحينيه عربيه ده مصر واحد تلحينيه لان ده مهم قوي كان في ذلك الوقت ما فيش طبعا الموسيقى ده كانوا يقول لك ايه؟ دي هنا الشيخ ده بقى اللي عامل لك المهدي وفتح السودان هو ده هو ده نجيب الحلوي دي صورته بالمناسبه طبعا هنا قال ده هو توفي 98 ده قبل كده طبعا دي روايه السيد غرام الاطلاق بيت الخير فقيد العلم والادب لا لا السيد فقيد العلم والادب محبوب الطيب السيد الشيخ هنا المرأة الجديدة لحسين توفيق حكيم عملوا مربعات فاطمولوجي ده ايضا ولكن دي حاجه ثانيه ايوه هنا روايه ابن السباح مصريه ذات خمس فصول تاليف سعيد السكوسي مخرجة الرواية وممثلتها يعني كمان كانت بتحكي طبعا هنا هنلاقي ادي المخطوطة رواية عاصفة في البيت طبعا تاليف مين؟ انطون يزبك انطون يزبك لا وانطون انطون يزبك طبعا يهودي معروف طبعا دي مين؟ دولة ابيض زوجة جورج ابيض ودي كان دورها في 1924 دولة ابيض دولة ابيض دي دولة اصبط ايوه هي اللي ظهرت هي ليها فيلم امبارتيت مين؟ هي كانت ام فاتح الحمام اللي كانت عايشه يعني طبعا هنا دار الاوبرا السلطانيه وهي بقى دار الاوبرا الفيدويه السلطانيه الملكيه حسب الحكم طبعا ده السلطان حسين كامل يقعد الاوبرا طبعا وادي جورج ابيض طبعا هنا فرقه جورج ابيض المشمولة برعايه عظمه مولانا السلطان ليه؟ طبعا من اولها كان الفيدويه روايه الممثل كين سنه 17 طبعا هنا سورة علي الكسار كتبها تذكار المودة والصداقة للأخ العزيز حبيب بك جماتي 9 مايو 1925 حبيب جماتي ده كان من المعربين طبعا دي أكبر وأضخم سورة عندنا لفرقة أولاد عكاشة أو فرقة حبيب سنة 26 يعني هنا ثلاثة هم كلهم عبد الحميد زكي الشيخ عبد الله عكاشة طبعا أدي علي فوزي هنا بشارة وكيم هنا زكي رستم طبعا ده المسرح القديم هنا هنلاقي فردوس حسن وحسين الرياض في العباسه سنه 45 في القوميه هنا نبيل الالفي على اعتبار ان هو المخرج بتاع قصه ده عقد اخر يوسف بكرام عن مسرحية اخرى اللي اعظم طبعا دي البامفلتات الخاصة بالمواحد طبعا ده بروجرام كامل للفرقة القومية في رمضان رمضان 39 كل يوم بين 14 طبعا والحفظ والملابس يعني شوف سينا 4 6 8 10 12 مسرحيه طبعا الذبائح طبعا عم اظن ناس برضه صار المشروع ادي ادي ايه الحداد حمدان عبد بن العاص 1915 اسماعيل عبد المنعم اه ده يعني واحد مجهول من دون الناس بس دي مطبوعه يعني ما تمثلتش هو عرب اه معرب مقاس شكسبير ومجانات شوف مجانات هو يعني المجهول يعني مجانات اه هنا علي بابا شد نعم
السلام عليكم.